نتكلم بالعربي بس السلايدز حتبقى تمام بوث عربي وانجلش. كان مفترض بالعربي المصري بس بغلط الهجات بسرعه ممكن تلاقوني بتكلم بالعربي. موضوع النهارده هيبقى على طرق المشاركه في ويكيبيديا وازاي ممكن نشارك فيها، ازاي الطلاب من مختلف التخصصات الدراسيه يقدروا يشاركوا في ويكيبيديا. خليني ابتدي الاول بحاجه اظن كلنا عارفينها الا وهي ان ويكيبيديا من اشهر المشاريع المعروفه في مؤسسه ويكيبيديا، ولذا طريقه زياده المحتوى عليها الا وهي كتابه المقالات واسراءها عن طريق الترجمه او عن طريق البحث وزياده المحتوى هي من اشهر طرق المشاركه. ولكن الحقيقه الموضوع ده كان سلاح ذو حدين، كان ادى شهره واسعه جدا لطريقه المشاركه بين الواحد يرسل المقالات، وفي نفس الوقت ده جذب ناس كتير جدا بالذات الطلبه ومن يعملوا ويهتموا بمجال العلوم الانسانيه ان هم يشتركوا في المشاهد في المسمى على ويكيبيديا ان هم يكتبوا مقالات لان هم اكثر ناس عندهم مهارات الكتابه. لكن في نفس الوقت ناس كتير طلبه كتير ومن يعملوا بالعلوم الطبيعيه زي الرياضيات والطب ما كانش مش كتير انجذبوا للكتابه في مقالات في ويكيبيديا. حتى الحقيقه الموضوع ده مش بس هم ما انجذبوش، حتى الجزء اللي انجذب ان هو يشارك وحابب يشارك ما كانش ناجح بالقدر الكافي لان ما كانش عنده مهارات الكتابه الجيده. يعني كلنا عارفين ان طلبه الرياضيات والطب مش بيتدربوا كتير على الكتابه زي طلبه العلوم الانسانيه في علم النفس والادبيات والترجمه وما الى ذلك. حتى ان الموضوع ده ورد في احدى التقارير اللي هي كانت عن برنامج التعليم ومهارات الكتابه للطلبه في علوم زي الميكانيكا الانجينير والميديسن ما كانتش جيده زي الهيومانيتيز. طيب احنا ممكن نبص لحاجه للموضوع ده، هو الحقيقه الكلام ده المستوى القطع طبعا اسباب المشكله، من ممكن يكون من اسباب المشكله هو ان الطلبه ما يعرفوش طريقه ثانيه للمشاركه، يعني ويكيبيديا هتكتب مقالات. فإذا احنا دورنا ان احنا نعرفه ان في طرق مشاركه ثانيه في ويكيبيديا غير كتابه المقالات. واحنا هو ده هيبقى محور البرزنتيشن النهارده ان شاء الله. وخليني نعمل مستعرض امثله لازاي الطلبه في مناهج اخرى غير العلوم الانسانيه بيشاركوا. نستعرضها من خلال امثله ناجحه او قصص ناجحه في ثلاث دول المكسيك واسبانيا والولايات المتحده الامريكيه. نبدأ بالمكسيك وفي جامعة اسمها جامعة كيت مونتيري، في جامعة خاصة بالمكسيك عندهم هناك برنامج تعليم وغيرهم بيساهموا على ويكيبيديا الإسبانيش الإسبانية بطريقة فعالة وناجحة. تم الأول خالص إنهم بعيدا عن المقالات، هم أكيد بيجيبوا مقالات وبيترجموا بس بعيدا عن ده ابتدوا يعملوا رسومات وأشياء بيانية لحاجات environmental، حاجات بيئية، حاجات رياضية، حاجات حتى طبية. هما اللي بيعملوها هما generated وبينزلوا يأبلود، وطبعا دي بتستخدم بعد كده في ويكيبيديا، يعني مش بتبقى صور بس. لما أحد أي حد دخل على أي موقع أي مقال ويكي وعلى ويكيبيديا وشاف رسومات بيانية هي الحاجات دي هي بتتعمل، الطلبة هما اللي بيعملوها. من الطرق الأخرى للأسف بس مش هنقدر نشوفها عرض حالي هي الصور المتحركة، طبعا الصور المتحركة فنتخيل مع بعض إنها بتتحرك. فهم الأول ابتدوا بالصور المتحركة توضح إزاي نكتب الحروف اللي هي المشابك والمفرط، وعملوا صور متحركة أصلا أخرى بتوضح حركات الشطرنج. يعني إذا دخلنا على مقالة ويكيبيديا بتتكلم عن الشطرنج وقطع الشطرنج ممكن جدا تلاقوا منها الصور المتحركة اللي بين حركات الشطرنج وقطع الشطرنج بنفسها بتمشي ازاي، هي ليها مسارات معينة. في كمان ابتدوا يعملوا حاجة بتخلي ويكيبيديا مور اتراكتيف زي الصور المتحركة اللي عليها بعض الدول، برضه هنتخيل انها بتتحرك مفترض انها بتترفرف. خامس حاجة دي حاجة مهمة جدا، خرائط المناطق الساحلية في المكسيك، طلبوا هم اللي عملوها،
طلبة معنيين أكثر بالجغرافيا ويعرفوا يرسموا خارطة، فابتدوا يطوروا خارطة. والخارطة دي يعني أظن أي حد إن شاء الله هيبقى طالع على ويكيميديا المكسيك السنة دي أكيد هيحتاج حاجة زي كده جدا. And now you know who to thank. حاجة تانية من الطرق المختلفة بأخرى، لو كانت الجامعة اللي حضرتك بتشتغل فيها أي مكان اللي حضرتك فيه مجهز بمعمل صوت بيدرس تخصص الموسيقى الميوزك والليجوستكس وعنده معمل صوت في أجهزة تسجيل صوت كويسة، ممكن جدا إن هو يبتدي يسجل حاجات، يسجل أصوات. برضه طلاب في جامعة تاني كان عندهم في الجامعة بتاعتهم مجهزة بمعمل تسجيل أصوات لأنهم بيدرسوا تخصصات الموسيقى، المعمل اللي يستغلوه في إن هما يبتدوا يسجلوا نطق لكلمات بتتكلم بالنطق بالإسبانية في المكسيك بشكل مختلف عن الإسبانية في إسبانيا مثلا، فابتدوا يسجلوها. وكمان ابتدوا يسجلوا عناوين المقالات، يسجلوا نطق عناوين المقالات، وده طبعا بيساعد ذوي الاحتياجات الخاصة. والله الحقيقة هو ده كان مفترض يكون ملف صوت بس يعني نفترض جربته. كمان من الحاجات التانية كان في تسجيلات صوتية لأغاني تقليدية قديمة، طبعا مش أغاني حديثة لأن ده مش مسموح بيه، بس اللي بيحصل إن الأغاني التقليدية بتعتبر جزء من التراث والتاريخ، فتسجيلها بيعتبر تسجيل لتاريخ البلد، فهم خلوا أغاني تقليدية وابتدوا يسجلوها. للأسف الوقت مش هيساعد إن احنا نسمع الحاجات دي. وكده ندخل على إسبانيا. في إسبانيا عملوا بالمشاركة برضه في جامعة التعليم في إسبانيا، وهو نشيط في كمان إقليم اسمه إقليم كاتالونيا في إسبانيا أو مدينة من أكثر من الأكتف في الويكي عامة. فبتعاون مع مبادرة جلام برضه إحدى المبادرات الموجودة في ويكيميديا، ابتدوا الطلبة المعنيين بالجيولوجيا يطوروا صور حركات الجيولوجية، حركات كل شيء في الأرض غيرها من الظواهر الجيولوجية، وده من إنتاجه الصور دي. في كمان فيديوهات، عملوا فيديوهات برضه لحركات جيولوجية، هما بيجنريت أوتوماتيكلي عن كشف الأرض وأزمة تملح البحار وإيه اللي بيحصل. الحاجات دي بتبقى مفيدة جدا أكيد. تالت حاجة كانت حاجة لطيفة جدا اللي حصل، إن هو في شخصيات في إسبانيا مشهورة زي الكتاب والأدباء وحاجة ما إلى ذلك. الكتاب والأدباء هم من القرن العشرين مثلا، ولكن أو من القرن 21 كمان، بس الصور بتاعتهم محمية بحقوق نشر، وبيبقى مهم إن الواحد وهو بيدور على شخصية خاصة إن كانت شخصية معاصرة ومشهورة إن هو يشوف صورتها. فهم قرروا لسبب أو لآخر معرفوش يحصلوا على الصور حقوق النشر بتاعتها متاحة للجميع، فلقوا حيلة لطيفة أوي للتعامل مع الأمر، فابتدوا يرسموا طلبة الفنون الجميلة، ابتدوا يروحوا يرسموا البورتريهات للأشخاص وكده بقت بتاعتهم يعني هم اللي رسمينها البورتريهات للأشخاص، وابتدوا يرفعوها وموجودة دلوقتي على المقالات الخاصة بالأشخاص دي. فدي طريقة لطيفة للتعريف بالناس. من الحاجات اللي أذهلتني أنا شخصيا الحقيقة لما عرفتها اللوحات اللي بتصور حيوانات منقرضة. برضو لو أنا طالب بفنون جميلة وعايز أتعامل مثلا مع قسم آخر في الجامعة عندي اللي مثلا قسم الأحياء قسم الزولوجي، فاللي بعمله إن اللي حصل أو اللي حصل بالظبط في إسبانيا إنهم راحوا طلبة فنون جميلة تعاملوا مع طلبة مع دكاترة في الأحياء وفي علم الحيوانات وما إلى ذلك، وبدأوا يرسموا لوحات لتصور تصورات العلماء للدراسات المنقرضة والحيوانات المنقرضة وما إلى ذلك. وإذا أي حدا بيكون بيطلع على ويكيبيديا وبيبتدي يدور على مثلا مقال على الدراسات وكده، it's more mean, really interesting. You will see pictures زي هذه اللوحات بصورة طلبة هم رسمها. فبيحصل انهم يقعدوا مع البروفيسور بيبتدوا يكتبوا الاشياء اللي هم كانوا طلعوا بها من العلم، يعني يكتبوا مثلا يقولوا ان ده اخضر طويل مش عارف ايه، فالطلبه بيرسموا على حسب الموضوعات اللي بيديها لهم الاساتذه، وده برضه انتاجهم.
ننتقل للولايات المتحدة الأمريكية. في طبعا حاجات كتيرة جدا، أنا اخترت بس أبرز الحاجات يعني. برضه قلت لهم يشاركوا في برنامج التعليم بأن هو بيعملوا حسابات توضيحية بتوضح حركة الرياح في أماكن في الولايات المتحدة، ودي منها يعني إذا كنت مختص بعلم الطقس تعمل بيه وتقدر تجنريت صور زي دي ممكن جدا، لو فيديوز جي آي إس. كمان كان في فيديو تاني بتقنية التايم لابس بيوضح حاجة اسمها مشكلة الضوء في إحدى المتاحف في ولاية في أمريكا. للأسف ما عندناش وقت إن إحنا نتفرج على الفيديو دلوقتي، بس هو برضه بيظهر للمشاهد إزاي بيتفتح مشكلة الضوء وإزاي بيتقفل. دي حاجة بتخلي الواحد عنده فكرة أكتر كأنه راح هناك. في بقى أمثلة أخرى بعيدا عن ثلاث دول دول كانوا بس هايلايتس. الأمثلة الأخرى أول حاجة فيها كنت أنا شفتها عن طريق الصدفة الحقيقة، كان بدور على حاجة تبع الساعات ولقيت في حاجة بس اسمها توميو، مكنتش فاهمها خالص. الفهم بالي وقدرت أفهمها منه فيديو مرفوع على المقولة بتاعت توميو بالفرنسية أو بالإنجلش، بيبين حاجة توميو واضح إن في حد مهتم بالساعات أو مختص بيها، صور حركة التربيليون وحط رفعها فيديو بتفهم كتير جدا عن الكلام. يعني sometimes الصور بتساوي لك كلمة مثل ما يقول. من الحاجات التانية برضه اللي يهتم بيها ويعنى بيها اللغويين علماء اللغة طريح مواضع نطق الحروف. فلو أنت من الناس المهتمة أو الدارسين أو العاملين بهذا المجال تقدر تبتدي ترسم يا ترفع صور عليها شحوم نشر خاصة بالحاجات دي، خاصة في العربية أظن إحنا محتاجين الحاجات دي. في برضه من إحدى الطرق الأخرى هي ممكن على موقع تاني اسمه ويكي سورس، برضه تبع ويكي ميديا مثلا، ممكن تبتدي ترفع كتب عليها شحوم نشر وما إلى ذلك. وفي غير محمية الحقوق النشر أصلا. وفي من ضمن الرواتب الموجودة حاليا في مصر وابتدت تاخد دفعة مبادرة إن ترفع الكتب بتاعت المناهج الدراسية بتاعت الصفوف المختلفة اسمها مبادرة المناهج المفتوحة. بندفع الكتب الدراسية على وجه مصدر بحيث إن الطلبة يقدروا يحرروا ويعدلوا كمان في صفحات النقاش يعطوا رأيهم عن المنهج، وممكن يناقشوا جزء معين من المنهج الجزء ده او التيت اللي عايزين نحدثه من اول التيت. المبادره دي انا شغاله عليها مع شريف منصور مصري مقيم في انجلترا ومستشفى 57 ده 57 اللي هي مين كانت في مستشفى للاطفال ومستشفى بيدرسوا، بس الكتب اللي موجوده مش بيبقى سهل عليهم قوي التعامل معاها، فالتعامل مع نسخه صوت قوي بيبقى احسن بكتير. من ضمن الطرق فممكن نلخص الامور كلها في ان احنا ممكن نشارك في ويكيبيديا بان احنا ممكن نكتب مقالات، طبعا دي حاجه معروفه، او نرفع صور بكافه اشكالها، نرفع مقاطع فيديو، ودي خايط والمجال مفتوح لحاجه. فيعني اي مجال حضرتك فيه ممكن تبتدي تشارك، يعني اتكل و يعني ابتدي ومين انجازاتك، لان ويكيبيديا بتهتم بالحاجات الجديده والابتكار في المجال مفتوح مش مقصور على طول بس. فكل اللي حضرتك تقدر تعمله او اللي حضرتك درسته تقدر تشارك بيه، تقدر تشارك بيه على ويكي برضه وتساعد بيه المجتمع. انا كده خلصت، اتفضل بالاسئله. هي الـ Voices Record. أنت ذكرتها في الـ Presentation بتاعك، هو عنده project كيف من هذا بالضبط. أنت can you come and talk to us about Voices project please. Thank you. About 2 years ago I was sitting in an English pub with one of my friends after a wiki conference at the British Library, and we were talking about how we need to have more audio recordings on Wikipedia, the sounds of steam locomotives and bird songs and
things like that. And I said, wouldn't it be a good idea to have people's voices so that we know what people sound like and we know how they pronounce their name? You notice my name isn't a very common Arabic name. You might have wondered how to pronounce my surname. I've had the same trouble, I'm afraid, with some of your names. So we ask people who have a Wikipedia article about them to say hello, to tell us what their name is and what they're known for. And if you go to Lila's article on the English Wikipedia, you can hear Lila making... Hello? You can hear me, okay. Somebody go put some money in the meter. Is that better? Okay. We recorded Lila at Wikimania in London last year. And we have a lot of these recordings in English. So if I do it, I would say, hello, my name is Andy Mabbott, and I was born in Birmingham, England, and I've been a Wikipedia editor since 2003. That's all. It takes about 10 seconds. So if you have somebody who is a very busy person, a very famous person, like Lila, with lots of demands on their time, like Lila, it's not a big thing to ask them to do. It doesn't take an hour of their time. They don't have to cancel a meeting. You can do it in a corridor between meetings, as long as it's nice and quiet. We have one recording in Arabic of a Dutch guy who happens to speak Arabic. So I would like you, please, to think, how many of you know somebody who has a Wikipedia article about them, apart from Lila? Anybody? Yes? So you can ask those people to make a recording. Or if you meet somebody famous at a Wikipedia event, or in your work, or in your hometown because they live near you, you can ask them to make a recording. Very short, 10 seconds. They say hello, because that sounds friendly. They say their name, so we know how they pronounce their name, because the way they pronounce it is canonical. It's the correct way. And they tell us a little bit about themselves, what they're known for, where they were born, just so we have a little bit more audio, so it's enough that you know what they sound like. If you're going to have the job that Emna has, where you stand up at a conference and say, our next speaker is Lila Dreykov, you know how they pronounce the name, and you know what to say. If you hear them on the radio, you can listen to them on Wikipedia and say, ah, yes, that's the same person, I recognise the voice, I can hear it's the same person. So you can all go and make recordings like that. You can use a fancy recorder, you can use your mobile phone or a laptop, as long as it has no background noise. You don't do it when there's lots of traffic or a busy room. We have categories on Commons for each language, so there is an Arabic category with one file in it, and we have a page on Commons that explains what to do. And that page is in about 10 languages, it includes French, it doesn't yet include Arabic. So I will ask your help, please, if somebody will translate that page. And when I sit down, I will tweet the address. Thank you. Is that it? Yeah. Okay, anybody have any questions about that? I look forward to seeing lots more entries in the Arabic category, but you can do it in any language. And if somebody speaks three languages, you can make three recordings. Thank you. Okay, so do we have that? ألا تظنين بأن جذب أكبر عدد من الطلاب سيساهم في توسيع قاعدة معلومات ويكيبيديا؟ وهل هناك طرق متبعة أو ممكن تقترحونها لجذب أكبر عدد من الطلاب؟ أي إضافة يقوم بها أي طالب ستساهم في توسيع قيمة الإضافة بالنسبة لويكيبيديا؟ وإذا وجد الطالب في مقالات، هناك مقالات يمكن فيها معلومات ولكن ناقصة، أي إضافة يقدمها أي طالب تمثل إضافة لمعلومات ويكيبيديا؟ ما هي الاستراتيجيات التي يمكن أن تساعد لجذب أكبر عدد من الطلاب؟ أوكي. إتو اللي إحنا نجذب المتطوعين أو المشاهدين أو المشاركين في المجالات المختلفة متعددة، بس أظن اللي إحنا اختبرناه يعني بعيداً عن أي اقتراحات غير مختبرة، اللي إحنا اختبرناه في برنامج التعليم هو الـ approach individual لي، يعني بنتكلم الأفراد المعنيين بالأمر. يعني إذا أنا عايز أطور المحتوى الخاص بالرياضيات، بروح مثلا على البروفيسورز، لو احنا نتعامل مع الجامعه دكاتره الجامعه، وبتكلم معاهم الحكايه دي، بطلب منهم ان هم يساعدوا، بطلب منهم يدخلوا معانا
بعد عليهم الطرق المختلفة ان هم يشاركوا معنا، لان عادة زي ما كنت قلت في البرزنتيشن لما بنعرض طيقة الكتاب المقالات بس ممكن حد ما تعجبوش، لان مش بس ما تعجبوش هي ما بتكونش ملائمة للتخصص اللي هو درس. ومن ضمن الحاجات اللي احنا برضو اخترناها في برنامج التعليم ان الحاجات اللي من ضمن الدوافع اللي بتخلي الطلبة يكملوا في البرنامج ان هم بيحسوا ان البرنامج نوع من التدريب على اللي هم درسوا. اظن لو احنا عملنا نفس الكلام ده بشكل موازي مع التخصصات الاخرى، يعني ادناهم فرصه يطبقوا ويتدربوا على اللي هم درسوه، اظن ده هيجذبهم اكتر للمشاركه. Does this answer your question؟ وجود اكبر حجم من المعلومات، وجود طلاب يساهموا اكثر ويحطوا اضافات، الطالب لما يصير الشيء اللي يبحث عنه في ويكيبيديا يصير يهتم اكثر بالبرنامج. مثل مصدر مساعد في الدراسه التعليميه. سؤال اخر مش مشكله، سؤال لازم تعطيه طريقه اخرى. كما تقدم اي طالب ثم تساهم في توسيع قاعده المعلومات في ويكيبيديا، هذا شيء مهم لازم نركز عليه، لان وجود اكبر مشاركه يعني وجود معلومات اكثر. أكيد أكيد أكيد، وإحنا بنحاول يعني وجود استراتيجيات لجذب أكبر عدد من الطلاب مهم. أكيد، وإحنا أكبر قدر من المعلومات. الحقيقة إحنا بنحاول نكون حريصين شوية في موضوع إن إحنا نجيب أكبر عدد من الطلاب، إن عندنا في مصر الموارد البشرية متحمسة جدا، الناس متحمسة جدا، والعدد بيبقى كبير، بس هي المشكلة كلها إن إحنا ما عندناش العدد الكافي للتجيب. المدربين هم الأمباسادورز السفراء عدد قليل عن عدد اللي بيتدرب، وانا ما اقدرش اصقلهم باعداد كبيره قوي، فاحنا واخدينها جراديولي بالتدريج اكتر من ان احنا نبتدي مره واحده زي ما كان طيب بيحكي على تجربه الهند، نجيب عدد كبير ما نقدرش ندربه كله نعرفه كله ايه الاخوه، فابتديناها ببطء وواحده واحده بنوسع قاعده الطلبه بتاعتنا قاعده الانتشار. شكرا. اسئله نزلوا على صوص كده. السلام عليكم، أود أتدخل في ما يتعلق بيدي، عندي مجموعة من الملاحظات. وأنا شخصياً أفضل استعمال الحروف اللاتينية بدلاً من الحروف العربية من أجل تعريف السياق في الرياضيات، يعني أفضل A زائد B إيجال كلك شوز A بلس B A بلس B بدلاً من ألف زائد باء، لأن لمجموعة من الأسباب، لأن الويكيبيديات الأخرى الروسية مثلا تكتب بالحروف اللاتينية لا تكتب بالحروف السريانية التي تكتب بها اللغة الروسية. أول مسألة. المسألة الثانية هي تعريف بعض الثوابت في الرياضيات على شكل على مثال باي 3.14 فيها اللغة العربية تسمى طاء، وأنا لا أدري من أين أتوا من أين أتي بهذا التعريف. ليس عندنا لاتك الذي يكتب اللغة السياق بها اللغة العربية. إذن أفضل استعمال البقاء على استعمال السياق اللاتينية من أجل كتابة سياق الرياضيات. إذن هذه أنا النقطة. عندي نقطة ثانية تتعلق ب. شكرا. هناك مناقشات بعد دخل الكريم. شكرا جزيلا، وانا مستخدمه ليكاتب على ويكيبيديا.